تستسلم بسهوله. هاي اندرو. هاي غاغا، كيفك اندرو؟ يعني هاو دو يو كيپ يور منتل جيم سترونج مثل ما بيقولوا، خاصه انكم داون 1-0 وعم تواجهوا فريق مثل فريق الحكمه؟ اكيد اكيد ما عندنا شيء نخسره، البريشر عليهم اكثر يخلصوا ليقدروا يحضروا للفاينل فور، فنحن محضرين جيم بلان نوقف جيبسون وما نخليهم يركضوا الاوفنس تبعهم وذا بيتر تيم وين. اندرو شفناكم باول هاف من اول مباراه قدرتوا تسجلوا 51 نقطه، بثاني هاف اكيد فريق الحكمه عامل كثير تعديلات خاصه على الديفنس، قشطتوا كلكم بالجمع وكنتوا اذا فينا نقول انقلبت عليكم منتلي اكثر، تحضرتوا لهيدا الشيء اليوم كمان؟ صح صح تحضرنا، اللي صار ثاني هاف بالحكمه كانت من ورانا نحن من ايدنا عملوا هيدي الران لانه لعبوا الفاست بريك تبعهم والتمبو تبعهم، فاليوم حنجرب ما نخلي هيدا يصير شيء كل الجيم، نلعب 40 دقيقه مع الحكمه. شكرا لك عزيز. هاي هاي غاغا، كيفك؟ كيفك؟ صباح وانت عزيز، يعني انتو متقدمين بالسري 1-0 بس قطعتوا هلا بجيم صعب امام الرياضه وكان باد جيم اذا فينا نقول، كثير قطعتوا بابس اند داونز منتلي هيدي السنه، كيف اشتغلتوا على هيدي النقطه اليوم خاصه اليوم انتو لمصلحتكم اكيد الفوز، لازم تفوزوا وتخلصوا السري. ليك ات واز ا تاف لوس لاست جيم، نسينا حطينا ورانا، هلا بدنا نطلع لقدامنا، عنا جيم اليوم الفاينل 8 وي هاف تو وين ات. أنا بتعرف الدو دو تروا بتكون كثير سريعه والانترانيك فريق كثير منيح على ارضه خاصه بهالملعب هون، سو لازم نعمل شو ما كان لنقدر نخلي السري اليوم، عندنا الاربع بيج جيم كمان بوصل بدنا نجرب نربح نروح على الفاينل 8 ومن بعدها نركز على الفاينل 4 ان الله راضي، يعني بعد ما نربح وهيدي هي البلان يعني لا اكثر ولا اقل. عزيز في نقطة هيك صارت مع الرياضة واليوم ما لازم تصير، انه انتم كنتوا شوي بطيئين على الترانزيشن ديفنس ما قدرتوا توقفوا الفاست بريك تبعهم، اليوم فريق انترانيك فريق سريع وكمان بحب كثير الفاست بريك، قد ايه مركزين على هيدي النقطة؟ ليك اتس ا ديفرنت جيم يعني تو ديفرنت ماتش ابس يعني، بس انه مثل ما انت قلت هيدي كانت الويكنس تبعنا هذاك الجيم، لازم نركز عليها حتى كمان يعني بس نواجه حيلا فريق كبير، هيدا الشيء يعني اتس ا تيرنينج بوينت للفرق، سو لازم نركز عليهم وان شاء الله اليوم نقدر نخلي السري، هيدا اهم شيء. شكرا لك وبالتوفيق، يعني غياث رح نشوف اذا رح تنطوي صفحه الفاينل 8 او رح نبقى مكملين وما رح يستسلم الانترانيك، بنتابع سوا. المدربين جورج عين والمدرب جاد الحاج صاروا حدي، كوتش اليوم بدك تجرب تخلصها 2-0 عم تلعب خارج ارضك، بس اليوم اللافت جدا الشخصيه اللي عم تلعب فيها، عم تلعب راكوتوفيتش داينج الى جانب جيبسون مع اصابه اردي بعد ما صح اردي. نحن ما عم نجرب بقى نغير كثير قصص، نحن بدنا نثبت ونطور ونحسن، لكن عندنا اصابات دائما عم تفرض علينا هيدي المعادله، اليوم كلي انتوني اوت، انا قلتها بجيم الرياضي ما كان جاهز يلعب بس ما عندنا حلول بوصل نغير، جربنا اللعب وما قدر يلعب، سو اليوم دانج موجود، نيك موجود وجيبسون. قد ايه برايك هيدي الشخصيه ممكن تعمل فرق؟ مراهن عليها ولا انك انجبرت؟ بدنا نطلع منها افضل ما يمكن، بدنا نخلصها اليوم، ما بدنا نروح على جيم الاسبوع الجاي، اوريدي عندنا جيم بيوصل بنص الاسبوع. نحترم فريق الانترانيك، هاف تايم كان كثير مزعج اول على ارضنا، كانوا متفوقين علينا، ثاني هاف قلعنا وعملنا فرق، بدنا نكمل بنفس الطريقه اللي خلصنا فيها جيم 1. موفق كوتش جاد، ممكن تكون اخر مباراه لكم اليوم وممكن تفرض بعد مباراه بملعب غزير، جاهز فريق الانترانيك؟ بده يلعب الانترانيك الشوط الاول اللي شفناه بغزير او انترانيك الشوط الثاني؟ هيدا اللي بدي اقول لك يا غياث، تلعب 20 دقيقة مع الحكمة هيك بتكون النتيجة مثل الجيم الماضي، بدنا نحاول قد ما بنقدر نلعب 40 دقيقة مع فريق الحكمة، بنضلنا عم نفرجي الصورة اللي فرجيناها بأول هاف هذيك المرة، بغض النظر عم نلعب ضد فريق كثير كبير، وبنعرف بأي لحظة بنغلط فيه أو بنقشط فيه ديفنسفلي أوفنسفلي بيقدر يعمل فرق علينا، وهيدا كان سبب الخسارة الكبيرة هذيك المرة. اليوم عم يلعبوا براكوتوفيتش مع دانج بإصابة أرلي وجوناثان جيبسون، هيدا الشيء رح يريحك ولا رح يفزوا حدين غياس؟ يعني إذا لعب باثنيناتهم على الملعب بعتقد بصير عندنا ويبنز أكثر من برا، في حال كان في حدا منهم على الملعب بيكون عم بيلعب الكلاسيك الجيم اللي يوجولي هو بيلعبها، سو نحن بدنا نكون حاضرين لاثنين، حضرنا للشغلتين سوا، هوفل اليوم نقدر نعرف نتعامل مع التو لاين اب. رح يقدر يلعب اليوم غنطوس تمرن كل هالجمعه، بدي اشوف اليوم باي وقت باي تايمينج بقدر لعبه وفوته بالجو، ان شاء الله بيكون ردي. موفق كوتش جورج عقيقي، رح نشوف التشكيلات الاساسيه اللي اختارها المدربين. إذا عم نشوف تشكيلة فريق الأنترانيك حاليا، عم نشوف هارفي برونر، جميل كولمان، سليم علاء الدين وأندرو كوبالي، بينما رح نتعرف على تشكيلة المدرب جاد الحج يلي رح تكون
مكونه من عمر جمال الدين بلش اساسي اليوم الى جانب احمد ابراهيم، كريم عز الدين، جوناثان جيبسون وراكوسيفيتش. اذا لافت كمان عمر بالتشكيل الاساسيه. جمهور الحكمه عم ينشد حاليا نشيده قبل انطلاق الجيم. عم يتابع المباراة اليوم بسانتر ديفيرجيا. بدي اذكر بالفائزين بالمباراة السابعة ان كان بتوترز او بالعبد الله برودكشنز. بتوترز بطل السلة جورج معينو هو يلي فاز، اذا طبعا بيربح جائزة توترز. العبد الله برودكشنز الفائز كان رفيق علي احمد بمباراة الأنطولية وبيروت. هيدي المباراة السبعين يلي عم تجمع الفريقين بتاريخ لقائاتهم. 62 مرة قدر يربح فريق الحكمة، 7 مرات ربح فريق الأنترانيك. من المرات السبعة اللي ربحوا فريق الأنترانيك 5 كانوا بهالملعب بالذات، مرتين ربح بغزير، آخر فوز كان ب 28/11/2010، عم نحكي تقريبا من 14 سنة، والمباراة كانت بغزير. آخر فوز لفريق أنترانيك بهالملعب ب 14/2/2010، وقت المباراة كانت كثير متقاربة وانتهت بفارق نقطة وحيدة 107/106. إذا كريستيان هارفي عم يدافع عليه عمر جمال الدين، بلش مان تو مان المدرب جاد الحاج راكوسيفيتش، عم يدافع على جوردن برونر، جميل كولمان طلع الطابة لبرا، برونر أخذ التسديدة الثلاثية، جيبسون على الديفنسيف ريباوند. بدي أذكر لأنه كثير بعدنا عم نسأل هيدا السؤال يلي صرت نجاوب عليه يمكن أكثر من 1000 مرة، لا راكوسيفيتش ما بيقدر يشارك ببطولة وصل مع فريق الحكمة، لأنه عندهم 3 لاعبين زيادة 5 استهلكوهم كلهم فريق الحكمة، مشان هيك راكوسيفيتش ما بيقدر يشارك ببطولة وصل. يعني الأربعة المقبل بأي ثمن الحكمة لازم يشارك باللاعب كلي أنتوني أردي. هارفي عم يضيع المحاولة، جوناثان جيبسون بيخسر الطابة لصالح كمان هارفي، والريباوند من جديد بعد اكسلنت ديفنس من كريم عز الدين. راكوسيفيتش بطلع له اياها لكريم عز الدين، بيخترق بيعطي نيك تحت السله، نيك بسجل بسجل نيك راكوسيفيتش اولى نقاطه بالجيم. الوقت قليل كمان كان اللاعب الصربي الامريكي كان قدر يعمل بلوك شوت، اليوم عم يبلش كلاعب اساسي مع فريقه الجديد. هيدي ثاني مباراة له جوردن برونر، قطع جوردن برونر خطأ من نيك، الخطأ الأول على راكوسيفيتش لاعب جامعة يو اس سي. شوفوا بالإعادة واضح جدا بالريبلاي كيف هديلها جوردن برونر بإيده. برونر رح يكون عنده 2 فري ثرو. عم نشوف كلي أنتوني أيرلي اللاعب يلي بعده مصاب، عم يجربوا قد ما فيهم يعني الجهاز الفني والطبي بفريق الحكمة يكون حاضر لمباراة الأربعة. وهون بدي أقول شغلة كثير مهمة، تنافسوا مع بعض لحوالي 3 أسابيع حكمة ورياضي، الجمهور اللبناني انقسم تحمس وكل الأمور اللي عشتوها، هلأ لازم يتوحدوا أكيد لصالح الفريقين إن كان يوم الأربعاء أو يوم الخميس. الأربعاء مباراة سوبر سوبر مهمة لفريق الحكمة، مباراة وحدة
مباراة ما فيها حسابات. إذا بيفوز فيها فريق الحكمة أمام الشرطة العراقي بملعب غزير بيضمن تأهله للفاينل 8، وهيدا الشيء كثير كثير مهم أن يكون عندنا ناديين من لبنان بالفاينل 8 بعد ما قدر الرياضي ضمن تأهله للفاينل 8 بوصوله للفاينل. وهلا لازم أحكي هون، حلو كثير الموف، شو حلو الموف يا نيك، عم يسجل راكوزوفيتش نقطته الرابعة بالجيم تحت أنظار رئيس نادي الحكمة أستاذ راغم حداد والرئيس الفقري سعادة النائب جهاد مكرموني. مباراة الخميس رح تكون 8:30 مباراة الرياضي وفريق غورغان. بتعرفوا يعني ما بدي أذكركم قد ايه المواجهة حساسة دائما بكرة السلة بين لبنان وإيران على كل الأصعدة، إن كان المنتخب أو الأندية لازم يكون كمان كلنا حاضرين. شو حلو هالفاس تبريك راكوسيفيتش، بتابع راكوسيفيتش. أشوف الخطأ احتسب على كريم بالأول قبل ما يكون عنده أوفنسيف ريباوند. كمان رئيس الاتحاد بين كرة السلة أستاذ أكرم الحرم إلى جانب فيكان أستاذ فيكان شيرشان أمين الصندوق. هون الخطأ عم تشوف بالعادة كريم، وشفنا ردة فعله لك لأنتوني إيرلي ورا السلة قد ايه عم يتفاعل مع زملائه. عز الدين يلي براسيله ثلاث نقط، عم يسجل الفري ثرو الأولى ونقطة الرابعة بالجيم. ضيع المحاولة الثانية جوردن برونر على الريباوند، نقطة الرابعة على كريم عز الدين. هارفي لعند جامير كولمان. إذا أكيد بالمباراتين كان مباراة غزير يوم الأربعاء أو مباراة مجمع نهضة نوفل يوم الخميس، التيكتس موجودين أونلاين لحتى تقدروا تشجعوا بشكل قوي جدا كرة السلة اللبنانية. خليني أقول اللي عم تتمثل بفريق الحكمة وفريق الرياضة، وعز الدين معلق كثير مستوي، ست نقط لكريم عز الدين. سليم علاء الدين كان سجل أولى نقاطه بالجيم، علاء الدين كمان عم يتابع من أوفنسيف ريباوند، عم يسجل نقطة الرابعة ليرجع ينزل الفارق حاليا لأربع نقاط. هارفي هو عم يدافع على جوناثان جيبسون. ليك راكوسيفيتش، ليك راكوسيفيتش، حلو كثير الفايد اواي يلي بيعملوا، شو حلو هالفايد اواي يلي عملوا ليك راكوسيفيتش. عم يسجل نقطه السادسه بالجيم، واو عم يفرجينا ليفل. بتلكم اللاعب عنده سكيلز، مبين بشكل سريع من الجيم الاول انه كثير سكيلز، والظاهر بلش ينسجم اكثر واكثر مع فريقه. جامير كولمان بيخترق السلة، ما بيسجل نيك بيلم الديفنسيف ريباوند، عم يطلع هو بالطابة اول ذا واي، بحاول يمرر جوردن برونر، بيقطع الطابة بيعمل الستيل، سليم علاء الدين بيسجل سليم، ست نقط لسليم علاء الدين، بيرجع بنزل الفارق لأربع نقط. جيبسون لكريم، نيك يعطي عمر، عمر جمال الدين اخترق عمر وصل على السلة بلم الأوفنسيف ريباوند، والحكم بيقول كاونتد سلة عمر جمال الدين، السلة محتسبة لعمر اللي عم يسجل أولى نقاطه بالمباراة. شفتوا كيف ضرب البورد، وهيدا الشيء ما بحق له فيه أبدا لاعب فريق أنترانيك، مشان هيك السلة كانت كاونتد جول تاندينج. كريم هو اللي عم يدافع على جميل كولمان، كولمان بيخترق بمر لبرا عند اندرو كوبالي، ما بيسجل الكوبالي، الريباوند كمان لصالح نيك راكوسيفيتش. احمد ابراهيم، احمد بيخترق راح على السله، ما بيسجل احمد ابراهيم، جوردن برونر عم يلم الريباوند، جرب من اوفنسيف ريباوند نيك راكوسيفيتش بوقت هارفي كمان عم يضيع تحت السله. عز الدين على الديفنسيف ريباوند، سريعه هالمباراه عز الدين، مش معقول يا كريم، مش معقول كريم عز الدين قد ايه عم يلعب منيح. شوفوا كيف عم يطلع هو بالطابه، وشوفوا كيف عم يقدر يتخطى اكثر من لاعب، حاليا هو هداف المباراه بثمان نقاط، مسجل نص نقاط فريقه بوقت. سليم علاء الدين بيطلع لبرا عند كريستيان هارفي، اوبن شوت اخذ التسديده ما بتنجح، راكوتوفيتش بلم الديفنسيف ريباوند، فاست بريك مع جوناثان جيبسون، جيبسون ميد رينج شوت ما بيسجل كمان،
نكرا كوستفيتش اخذ السبيس ما سجل يلي سجل هو عمر عمر جمال الدين يلي خطف الاوفنسيف ريباوند وسجل نقطة الرابعة. عم نشوف المدرب فوكو كريكوريان المدرب اللبناني يلي عنده صار له فترة طويلة موجود بالدوري السعودي اليوم موجود بأرض الملعب ليتابع المباراة. عندنا كثير مدربين لبنانيين عم يكونوا موجودين خارج لبنان، المدرب مروان خليل، مدرب فؤاد ابو شقره، المدرب غسان سركيتس والمدرب كوكو، ان شاء الله ما اكون نسيت حدا. شوف هالبنوت مهضمة اسم الله قد ايه مهضومة هالبنوت، كمان بنوتات مهضومين، كمان ما بدنا ننسى المدرب جورج جعجع كمان يلي كان عم يدرب الدوري السعودي، في كمان مساعدين مدربين لبنانيين كثير منهم كمان مايكل ميكايل يونغ اللي موجود مع المدرب مروان خليل مع فريق الوحدة السوري بطل سوريا. أفضل سكورر كريم عز الدين 8 نقط، راكوتوفيتش 6، سليم علاء الدين 6 نقط، جميل كولمان مطلع الطابة لبرا عند أندرو كوفالي يلي نافس بالجيم الماضي على لقب ملك الطوق. شو هالديفنس شو هالديفنس هون، مقطوعة كمان من نيك، راكوتوفيتش بيطلع الطابة سريعا لجيبسون، نيك بفضي لعمر جمال الدين حطي الأوبن شوت ما بيسجل، كمان نيك عم يلم الأوفنسيف ريباوند، شو عم يعمل شغل بالجيم. جيبسون اخذ التسديده، مين يلي سجل؟ كريم عز الدين عم يسجل، عم يعمل دبل فيجرز بالنقط، 10 نقط لا كريم عز الدين اول لاعب عم يعمل دبل فيجرز بالنقط، كمان مقطوعه من دفاع فريق الحكمه، الطابه بتروح سريعا لكريم عز الدين، عز الدين مدري شاط ما بيسجل، كريم جوردن برونر على الديفنسيف ريباوند يلي ربحها كمان مسابقة ملك الطوق بالأسبوع الماضي، ربحها اللاعب جوناثان جيبسون برونر، أول ثري بوينت لفريق أترانيك رح يستلم اليوم جايزته على كل حال جوناثان جيبسون 1592 دولار. أحمد إبراهيم، أحمد خطأ لصالح أحمد، كمان المدرب جيلبير صليبا فتحنا قصة على حالنا هلا. الياس السبعة على أرض الملعب بدلا من كريم عز الدين. سايد بول مع أحمد إبراهيم، راكوتوفيتش. احمد سبع لك بيطلع بيعمل البيك، احمد خطا لصالح احمد ابراهيم، خطا من جميل كولمان، هيدا هيدا ثاني خطا لجميل كولمان، بقول له مبروك لفريق الانترانيك السكور بورد الجديد كثير حلو. جوناثان جيبسون يعطي نيك راكوتوفيتش، نيك يخترق بروح على السلة بسجل، نيك شو حلو هالفينش، 8 نقط لنيك راكوتوفيتش بيرجع بيطلع الفارق، 11 نقطة الليد لصالح فريق الحكمة، سليم علاء الدين، جوردن برونر أخذ تسديدة بعيدة بسجل جوردن برونر، تاني 3 بوينتس لبرونر، واحد من اللاعبين يلي بسددوا كثير منيح بصراحه جوردن برونر كان بهالموسم عنده 33 من 86 اتم، نسبه 38% للاعب ارتكاز عالي جدا نسبته صعد، نيك راكوتوفيتش اخترق وصل على السله اند وان
عم يلعب كثير منيح اللاعب الصربي، عم يلعب كثير منيح نيكرا كوسيفيتش. شوفوا كيف اخترق وكيف قدر يسجل نقاطه، هيدي النقطة العاشرة له بالجيم. شوفوا كيف قطع بين أكثر من لاعب، أخذ الرمية الحرة، رح يكون عنده رمية حرة إضافية هناك. ليك بسجل كمان فري ثرو 11 نقطة، حاليا هو هداف المباراة. سليم على قديم، الفارق بيطلع ل 11. سليم عم يجرب يلعب على جوناثان جيبسون، بيلعب عليه بيلعب عليه وبيسجل. سليم على الدين، 8 نقط لسليم على الدين. متقسمين نقاطهم لفريق اوترانيك لاعبين. في خطا هون من جوناثان جيبسون، كان في بوش ظاهر من جيبسون. رح نشوف هلا على ارض الملعب دانك بدلا من نيكرا كوسيفيتش. عز الدين كمان عم يرجع على ارض الملعب. دقيقتين بيبقى لنهايه الكوارتر الاول. كريستيان هارفي، هارفي لبرا عند جوردن برونر، برونر توصل لاحمد عكاوي، كمان جوردن برونر بسدد، هالمره ما بيسجل. جوناثان جيبسون على الفاست بريك بعد الديفنسيف ريبوند، بمرر. لا اي لاف ذيس جيم، حلو الاليوب، حلو يا جيبسون. عمر جمال الدين طار وسجل نقطه السادسه بالجيم. تسديده كمان ما بتنجح، عكاوي بلم الاوفنسيف ريبوند، اندرو كوبالي اخذ التسديده الثلاثية وسجل الكوبالي بنجاح. 28 3 بوينت لاندرو كوبالي بهالموسم مع نسبة 35%. أحمد إبراهيم بمر لدانك، مقطوعة من أحمد عكاوي، جرب يعمل أليوب أحمد ودانك مع بعض. صاروا مسجلين 3 3 بوينت لاعبي فريق أنترانيك بنسبة 50% حاليا عم يسددوا عن الارك اصحاب الارض. مسجلين 9 نقط من 19 تقريبا، نص نقط فريقهم على الثري بوينتس. عم نشوف اللاعب يوسف غنطوس يلي ممكن يشارك اليوم، ممكن لا مثل ما قال المدرب جورج عيلي. احمد ابراهيم لبرا عند كريم عز الدين، عز الدين ما بيرجع، برونر بلم الديفنسيف ريباوند، فاست بريك. احمد عكاوي، علاء الدين، سليم بيقطع ميلة بشمال، بروح على السلة، ما بيسجل. سليم علاء الدين، العكاوي كمان ما بينجح، والريباوند لصالح عمر جمال الدين. عمر كمان بيعطي كريم عز الدين، الطابة بتطلع للاوت وبتبقى لصالح فريق الحكمة. مين او جديد ثاني بيبقى لنهايه الربع الاول. سايد بول مع احمد دانج، كمان احمد ابراهيم، احمد ترى وصل على السله، الريباوند لمين؟ الريباوند لصالح فريق اوترانيك. سليم هو طالع بالطابه، بمر لهارفي، هارفي تعرض للبلوك شوت من كريم عز الدين. شو هالشغل الكبير اللي عم يعمله كريم بالجيم. عمر بفضيلة جوناثان جيبسون اخذ التسديدة، الثلاثية ما بيسجل، عز الدين كمان عم يلم الاوفنسيف ريبوند. ما معقول شو عم يعمل كريم بهالجيم، عم يقدر يعمل كل شيء بالمباراة. كريستيان هارفي قرب يخترق، خاطئ لصالح هارفي، الخطأ الثاني على جوناثان جيبسون، قدر ياخذ الفاول قبل 0.5 سكند من نهاية الربع الأول. ياس خليل عضو الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني. شوف بالريبلاي الفاول يلي أخده هارفي، كان عنده أوبن شوت هارفي، شايف جوناثان جيبسون شايفه جوا قادر يلعب عليه، لعب عليه أخذ الفاول. رح نشوفه على الفري ثرو. هداف فريق أوترانيك عنده نسبة 65% بهالموسم، واحد من اللاعبين يلي قطعوا حاجز ال 100 رمية حرة بهالموسم، عنده 100 ورميتين. أكثر لاعب مسجل رميات حرة هو لاعب فريق الماريست جافيون بليك 108، ممكن يتخطى اليوم اللاعب هارفي إذا سجل 7 رميات حرة، الأولى ضيعها.
بسجل الثاني، واحدة من اثنين لهارفي. 0.5 سكند. دانج والكوارتر الأول عم ينتهي بتقدم فريق الحكمة خارج أرضه بسبع نقاط 20-27. عمل 11 نقطة 7 ريباوند 81% بالعبد الله بريدكشنز بيقولوا ايه اليوم السري رح تخلص 2-0 ويتأهل فريق الحكمة للفاينل فور 19% بيقولوا السيريز رح تتعادل على 1-1 وينفرض مباراة ثالثة هيدي العبد الله بريدكشنز عم تشوفوها وفيكم اكيد مشاهدينا تصوتوا لقبل انطلاق الكوارتر الثالث تكنو افضل ريباوندر نيكراك اوزفيتش 7 كريم عز الدين 5 4 على جوردن برونر عم نشوف زاك لافتون لاعب فريق هومنتمن يلي موجود بارض الملعب رودريغ على ارض الملعب عم يلعب هو على البوزيشن 1 عم يلعب باجنبي وحيد هون المدرب جاد الحاج احمد ابراهيم بيتعرض للبلوك شوت من جوردن برونر كريم كريم عز الدين بيكسر الطابة هارفي بيعمل ستيل فاست بريك سليم على الدين بسجل سليم بسجل دبل فيجرز من نقط لسليم على الدين نقطه العشرة نزلوا الفارق لخمس نقط لاعبي فريق اوترا ليج راكوسيفيتش على ما قاعد التبديل هو وعزيز عبد المسيح ممكن نشوف للمرة الأولى بالجيم دانك وراكوسيفيتش مع بعض عز الدين مدرين شاد بسجل عز الدين 12 نقطة لسوبر كريم جوردن برونر كوبالي أخذ السيدة ثلاثية ريباوند لأحمد أحمد هو اللي عم يطلع بالطابة كمان تورن أوفر وهون سبورتسمان لايك فاول من احمد ابراهيم لصالح اندرو كوبالي اذا نيك بدلا من دانج على ارض الملعب عم يلعب باجنبي واحد كمان المدرب جاد الحاج بالكوارتر الثاني بعد ما شفنا اجنبيين مع بعض امين عام الاتحاد ورئيسه بسجل الفري ثرو الاولي اربع نقط لكوبا اللي عم تشوفوا الاحمد صار على البنش الرميه الحره الاولي بسجلها اذا بضيع المحاوله الثانيه اندرو بوزيشن رح تبقى لصالح فريق اوترانيك عنده 66% بهالموسم عن رميته الحره سليم على قديم جوردن برونر تسديده ثلاثيه ما بتنجح ريباوند لصالح عزيز عبد المسيح عزيز بمرر للعقل
كريم عز الدين كمان محاولة ما بتنجح. العكاوي على الريباوند. أندرو يلعب على السلة. أندرو كوبالي حلو كثير يا أندرو، عم يعمل موسم ممتاز أندرو كوبالي. ست نقط للكوبالي، نزل فيها الفارق سريع لأربع نقط، والمدرب جاد الحاج يطلب التايم أوت. المدرب جورج باغر. لكم اهضموا هالبنوتات. اذا الفارق نزل لاربع نقط. نشوف تشكيله المدرب جادو حاج بعد باجنبي وحيد هو نيك راكوفيتش. ما عنده فاول ترابل دانج. جيبسون عنده خطأين. اكيد المدرب جاد الزهر كأنه بده يختبر أكثر راكوفيتش بالجيم. هارفي ثلاثة أسيست بتاكلوا أفضل ممرر. جيبسون اثنين. سليم رمي تمريرة واحدة. عزيز عبد المسيح. عزيز لبرا عند رودريج مقطوع من إليو غصن. بيعمل ستيل إليو بروح على السلة. خاطئ لصالح الغصن. ريتي عم نشوف الفاول من رودريج. يعني فري ثرو لإليو. عم يضيع المحاولة الأولى. بكل بطولة لبنان بهالموسم سدد بس مرتين، سجل وحدة منهم، هيدي ثالث رمية حرة لإله بهالموسم. زاك وكلي أنتوني بسجل كمان وحدة من اثنين. الفارق نزل لثلاثة. نيك راكوفيتش يعمل موف حلو. حلو الموف يلي عمله نيك راكوفيتش على اللو بوست. 13 نقطة. لافت مستواه اليوم صراحة لأنك شوفوا الفوت وورك، شوفوا كيف قدر أطعن جوردن برونر بمحل كتير صعب على البيس لاين وقدر سجل مع الفاول. كمان عم يسجل الفري ثرو. 14 نقطة لنيك. الفارق بيرجعوا بيطلعوا للستة. سليم على الدين كمان. سليم ما بينجح بالمحاولة. الريباوند لكريم عز الدين. كريم يعطي عزيز. سادس ريباوند لكريم عز الدين. طابة من جديد لبرا عند عزيز. عزيز بيقطع بيخترق بفضي لعمر. عمر جمال الدين لعز الدين. مدري الشوت بسجل كريم عز الدين نقطه ال 14. بيرجع بيطلع الفرق لثمان نقط. اليو لبرا عن جوردن برونر. برونر ذكية التمريرة، ذكية التمريرة كانت من برونر. العكاوي أخذ الفاول. إذا بترجعوا بتشوفوها بالريبلاي كان عنده أوبن شوت جوردن برونر. لمح أحمد عكاوي قادر يستلم جوا بسرعة عطيها والأخير أخذ الفاول. بعد ما مسدد على الفري ثرو بهالموسم العكاوي. Thank you.
احمد عم يضيع الاولي. جوناثان جيبسون على مقعد التبديل، رح نرجع نشوفه على ارض الملعب. بسجل الثانية العكاوي. جيبسون بدلا من رودريغ على ارض الملعب. جوناثان. عمر نيك عم يطلب الطابة، صعب كثير هيدي يستلمها. قطع من عمر جمال الدين لصالح كريستيان هارفي. شوفوا بالريبلاي الفاول الواضح اللي عمله عمر بحقه لهارفي. هارفي لجوردن برونر. صار له فترة عم يلعبوا بلا جميل كول من فريق ألترانيك. كوبالي أخذ التسديدة، ما بيسجل كوبالي. الريباوند لصالح كريم عز الدين، بكبها لجيبسون لقدام. سابع ريباوند لكريم عز الدين بوقت عمر عم يضيع المحاولة، وأندرو كوبالي على الديفنسيف ريباوند. الطابة مقطوعة، ترانزيشن ديفنس من لاعبي فريق الحكمة، خاصة عمر اللي عمل شغل كبير بالديفنس. عمر بيعطي نيك راكوسوفيتش. شوفوا لك كيف هدى هجمة فريقه. جوناثان جيبسون لكريم عز الدين، تسديدة عن الارك ما بيسجلها. ريباوند دفاعي كمان لصالح اندرو كوبالي على التوالي، ثاني ريباوند متتالي. هون في خطأ لصالح هارفي. يوسف غنطوس على ارض الملعب، لاعب فريق الانترانيك اللي عنده معدل تسع نقط، تسع نقط بالجيم الواحد، لعب 15 مباراه بهالموسم. هارفي بسجل المحاوله الاولى بنجاح. لوكا صالح لاعب الماريست. بسجل كمان نقطة الثالثة. جيبسون الفرق بيرجع بينزل لخمسة. تسع نقط مسجلين بهالكوارتر فريق أنترانيك مقابل سبعة لفريق الحكمة. جوناثان جيبسون عم يعطي نيك راكوسوفيتش، تسديدة ما بتنجح من نيك، الريباوند للغنطوس. يوسف لاليو، اليو للعكاوي، العكاوي بسجل. ثلاث نقط لاحمد عكاوي. حلوة تمريرته لاليو. جوناثان جيبسون فضيه، عطيه اوبن شوت لعزيز، تسديدة ما بتنجح من عزيز. الريباوند كمان لصالح جوردن برونر، فرصة لفريق أنترانيك ينزل الفارق أو يعدل الأرقام. بسجل هارفي، نزل الفارق لنقطة واحدة وممكن يعدل من رميته الحرة الوحيدة اللي عنده إياها. خمس نقط لكريستيان هارفي. هارفي بسجل، هارفي تعادل الفريقين 34 لكل فريق. بوبو على ارض الملعب. بوبو عزيز عبد المسيح لراكوسوفيتش،
بوبو تسديده ثلاثيه ما بيسجلها. فاول خطأ من نيكرا كوسيفيتش. برونر عم يضيع الفري ثرو الاولي، بعد عنده رميه حره ثانيه اذا سجلها رح يتقدم فريق انترانيك للمرة الأولى بالجيم. بسجل جوردن برونر. أنترانيك عم يتقدم على فريق الحكمة قبل 4 دقائق و16 ثانية من نهاية الربع الثاني. بوبو جوناثان جيبسون، وهون في خطأ. حلوة كثير تمريرة جوناثان جيبسون. راكوسيفيتش طالع ليكبس السله، شوفوا البيك اند رول طالع بكل قوه ليكبس السله، اخذ الخطا من العكاوي. اثنين فري ثرو لنيك، 14 نقطه مسجل لهلا بالجيم. بسجل الفري ثرو الاولي. ثالث تمريره حاسمه لجوناثان جيبسون. وراكوتوفيتش عم يعطي التقدم لفريقه بالجيد بفرق نقطة، 16 نقطة صار رصيده لنيك، حاليا هو هداف الجيم. إليو هارفي مع بوبو بالديفانس، خطأ لصالح هارفي، لكن عنده اثنين فري ثرو هارفي. بالإعادة عم نشوف الخطأ من عزيز. تسجل الأولي، 7 نقط لهارفي. سجل الثاني هارفي، وأنترانيك بيرجع بيتقدم بفرق نقطة. بوبو آخر 3 دقائق ونص من الكوارتر الثاني. جوناثان جيبسون مع إليو بالديفنس. جوناثان جيبسون يعطي كريم عز الدين، ووكينج على كريم، تورن أوفر على كريم عز الدين. هيدي لو مالنا ووكينج كانت هالسلة قصة، شوفوا كيف حرك الاجرتين. هاس الحرفوش على ارض الملعب، منذ فترة طويلة ما شارك الحرفوش، حاليا عم يرجع بعد اصابة على ارض الملعب. إليو عم بمرر، مقطوعة من نيك راكوتوفيتش. نيك عمل الستيل. عزيز عبد المسيح بيخسر الطابة، وهارفي عم بطير. كريستيان هارفي بسجل نقطته العاشرة، عم يعمل دبل فيجرز باللقط. شوف ردة فعله لهارفي بعد سلته السوبر استعراضية، شوفوا قد ايه طار كريستيان هارفي وسجل. تايم اوت المدرب جعد الحاج.
تشكيلة في الفريقين صاروا على أرض الملعب 19-9 لهلأ بالكوارتر الثاني لصالح فريق أنترانيك. قدروا عملوا 10 نقط فرق بالكوارتر الثاني، وهذا الشيء عطيهم تقدم 3. حسن حرفوش يلعبوا بلا لاعب على البوزيشن 4، يعني الفور رح يكون باسل ارجع نيك راكوزوفيتش يلعب على السله مع ريسانجل. باسل بحاول من اوفنسيف ريباوند العكاوي، هو ينعمل كنترول على الديفنسيف ريباوند. الغنطوس لاحمد عكاوي، ووكينج على احمد، تورن اوفر. عاد عم يشوف الوقت اللي عملها جوناثان جيبسون، قطع جوناثان جيبسون. اي لاف ذيس جيم. عم يستعرض نيك راكوزوفيتش، عم يسجل نقطه 18، اربع تمريرات لجوناثان جيبسون. جوناثان جيبسون محسن بهذا المجال بصراحة، يعني عم نشوفه الفترة الأخيرة كثير عم يشيل الطابة من إيده، عم يقدر يمرر لزملائه بوقت جوردن برونر. عم يسجل الثالثة جوردن برونر على الأرض، وبلش يدق باب مسابقة أنت الملك. 3-3 بوينتس لجوردن برونر. جيبسون أخذ التسديدة من بعيد جدا، لما هو الأوفنسيف ريباوند وفي خطأ. أربع نقط الليد لصالح فريق أنترانيك. باسل كمان جيبسون بيعطي نيك راكوزوفيتش، شوفوا كيف فضيه لباسل حرفوش. مدري شوت بيسجل الحرفوش من الأتمت الأولي، عم يسجل وينزل الفريق لنقطتين. أحمد عكاوي، أحمد لبرا عند هارفي بيخترق، هارفي ما بينجح. راكوزوفيتش على ديفنسيف ريباوند، الطابة بتوصل لعمر جمال الدين يلي بيسجل. عمر بسهولة بيسجل نقطة الثامنة، بيعدل الأرقام من جديد على النقطة 42، دقيقة وخمس ثواني لنهاية الربع الثاني. خمسة اسيست لهلا لجوناثان جيبسون، هو أكثر لاعب عمل تمريرات حاسمة. ميني ريباوند لنيك راكوزوفيتش، هو كمان أفضل ريباوندر لهلا بالجيم، وهو أفضل سكورر ب 18 نقطة. تكنو أفضل ريباوندر راكوزوفيتش 8، عز الدين 7، 6 لبرونر. جوردن برونر متر شوت ما بينجح. عمر جمال الدين على ديفنسيف ريباوند، عمر عم يطلع بالطابة بروح أول ذا واي أول ذا واي، بياخذ الخطأ. خطأ من يوسف غنطوس.
عمر عم ينجح بالمحاولة الأولى، 9 نقط لعمر جمال الدين. عم يسجل كمان، عم يعمل دبل فيجرز بالنقط، 3 لاعبين بدبل فيجرز بالنقط بفريق الحكمة، 3 لاعبين بفريق الأوطاني كمان دبل فيجرز بالنقط. يوسف غطوس تسديدة من محل بعيد، من محل بعيد اوفنسيف ريباوند للعكاوي، بيخسر الطابة، عز الدين بيعطي جوناثان جيبسون، باسل من جديد لعمر، وهون احمد عكاوي بيعمل ستيل بكبها لقدام لغصن، والسلة محتسبة لإليو، 3 نقط لإليو غصن. تعادل الفريقين على النقطة 44، 4 أربعات على السكرين، شوفوا بالإعادة بعد ما دقت بالبورد ضربها كريم، 9 تورن اوفرز على فريق الحكمة، آخر ثواني الكوارتر الثاني، جوناثان جيبسون، جوناثان جيبسون بيوصل على السلة، مش معقولة قد حلوة تمريرتك، إذا بتشوفوا شو عمل جيبسون من الأول كيف قدر يقطع عن أكثر من لاعب عطيها خالصة، أشرة كيف بنقول مقشرة خالصة، هيك عمل الأسيست السادس اليوم جوناثان جيبسون. عمر جمال الدين سجل نقطة ال 12، أعطى تقدم لفريقه بنقطتين مع نهاية الكوارتر الثاني 44-46. المفارقة اليوم إنه جيبسون هداف فريق الحكمة، عنده 0 بوينت بس عامل حدهم 6 تمريرات حاسمة لهلا بالجيم، مباراة حلوة متقاربة فيها استعراض، رح نرتاح نحن وياكم مشاهدينا لبريك لحوالي 10 دقايق وبنرجع بنتابع.
من جديد بنرجع نحن وياكم لسانتر دي مارجان، لقاء الحكمه والانترانيك اللي عم يكون لقاء بالفعل حلو جدا وحماسي، بيشبه اللقاء الاول بالشوط الاول يلي انتهى بتقدم نقطتين وقتها لفريق انترانيك مش لفريق الحكمه. اليوم الحكمه متقدم على الهاف تايم بفرق نقطتين، رح نشوف مقارنه احصائيه نحن وياكم قبل ما نروح للحلبه هاف كورت شوت. اذا رح نشوف نسبه تسجيل من كل المسافات يلي عم يكون متقدم فيها فريق الحكمة 49% مقابل 40% للأنترانيك. المشكلة عند الحكمة اليوم هي 3 بوينتس 11% بينما فريق الأنترانيك 33%. 2 بوينتس عند فريق الحكمة اليوم ممتاز 18 من 30 بنسبة 60%. هون سجل أغلب نقط اليوم فريق الحكمة. الريباوندز عم يكون أفضل الحكمة 24 مقابل 18. الأسيست فريق الأنترانيك أفضل 11 مقابل 9. واللافت انه جوناثان جيبسون مشارك بسته من تسعه اسيست لفريق الحكمه. الحكمه كل الموسم عم يعاني بالتمريرات الحاسمه، التورن اوفرز كمان هيدي مشكله ثانيه عنده اياها اليوم الحكمه، تسعه تورن اوفرز على الهاف تايم يعد رقمي كبير، بينما الستيلز عم بيكونوا افضل لاعبين فريق الانترنيك، سبعه مقابل خمسه، قدروا عوضوا دفاعا فريق الحكمه بالبلوك شوت، لهلا عاملين اربعه بلوك شوتس بالمباراه. الابرز فيهم عم يكون كريم عز الدين اثنين بلوك شوت، عمر بلوك واحمد ابراهيم كمان قدر يعمل بلوك بهيدي المباراه. هلا صار لازم نروح على الحلبه هاف كورت شوت. قبل ما تبلش خليني ارجع اذكركم الاربعاء على 10 الا ربع الحكمه على ارضه بغزيره بيستضيف فريق الشرطه العراقي. وان جيم مباراه وحده مباراه حاسمه ما فيها سري، كثير واضحه الامور، بفوز بروح على الفاينل 8 ليكون حد فريق الرياضي بالفاينل 8 يلي رح تكون ممثله من الخليج من زون غرب اسيا بثلاث انديه من كل زون بينضم لهم بطل كازاخستان وبطل الهند. هون كمان تسديده ثانيه ما عم تكون ناجحه، رح نشوف المحاوله الثالثه بالحلبه هاف كورت شوت كمان ما ناجحه. بتصور عنا لاعب صغير هيدا ميشيل ابنه لامين عام الاتحاد، هو رح يكون خامس محاولة اليوم. شوف الرابعة ميشيل وعدني انه بده يسجلها، هات لنشوف ابو الميش. ركز، واو دعانا عم تشوف والدته كمان. من وقت ما وصل على الملعب هو عم يتمرن عليها. يلا غير مرة بدها تسجل يا أبو الميش. عم نشوف إليم شنطف وراغب حديد، رح نشوف كيف رح تكون انطلاقة الكوارتر الثالث. هل رح تكون بتشبه الشيء اللي قدر عمله فريق الحكمة بالجيم 1 عندما سيطر بشكل كامل بالديفنس؟ ما بدنا ننسى انه اليوم جامير كولمان لعب لفترة قليلة جدا بالجيم، المدرب جورج عقية ما استعان كثير كثير لكولمان على أرض الملعب. بوترز بطل السلة حاليا عمر جمال الدين عم يتقدم على الكل، كريم عز الدين اقرب واحد له، ثلاثة من الحكمة هن متقدمين حاليا بالتصويت. مشاهدينا سكانتو فوت على شمال الشاشة، مين برأيكم بوترز بطل السلة بهالجيم؟ الطابة تروح لجميل كولمان، كولمان عم يخترق بسجل جميل كولمان وبيعدل الأرقام، بيعدل الأرقام جميل كولمان. مسجل كولمان أولى نقاطه بالجيم، لعب 8 دقايق بأول هاف تايم، ما شارك كثير بالجيم او اقل من 8 دقائق، لعب اقل من 7 دقائق حتى. الفريقين عم يتعادلوا على النقطة 46 حاليا،
عمر جمال الدين اللي وصل مسج لوالدته على كاميرا ام تي في اي لاف يو مام. الحكم الدولي الثاني رمح الجيم. جوناثان جيبسون يعطي بوبو نيك راكوسيفيتش نيك لعند جيبسون جيبسون من جديد لنيك نيك تحت السله بيعمل موف بضيع المحاوله بلم الاوفنسيف ريباوند يرجع بيعطي برا كريم عز الدين عز الدين بضيع المحاوله وسليم على الدين على الديفنسيف ريباوند. فرصة جديدة لفريق أوترانيكي يتقدموا بالجيم. هارفي مدرين شوت مسجل هارفي 12 نقطة لكريستيان هارفي. أوترانيك ليد بنقطتين أربع نقط متتالية لصالح فريق أوترانيك بأقل من دقيقة. نيك راكوسيفيتش راح على السلة سجل نيك 20 نقطة لنيك. بيعرف يلعب على اللوبوس بيعرف يخترق عنده تسديدة بيقشع كثير منيح الملعب عم يتطور مستواه بصراحة راكوسيفيتش بين الجيم 1 والجيم 2 ولا شك انه هو هلا محط اختبار من المدرب جاد الحاج وجهاز الفني. عز الدين بيعمل ستيل بمر لعمر عمر بيرد له اياها وعز الدين بسجل نقطة 16 بالمباراة. حكي عم يتقدم بنقطتين. هارفي توصل لجوردن برونر اندرو كوبالي اندرو راح على السله مسجل كوبالي الريباوند كمان لنيك عم يعمل دبل دبل ثاني لإله بسنبس بطوله لبنان لكره السله. جوناثان جيبسون بيعطي نيك مسجل راكوسيفيتش مسجل نيك راكوسيفيتش وهون الاحتكاك بينه وبين احمد حكاوي مهضومه رح تشوفوا بالاعاده شو صار. شوفوا التمريره شوفوا نيك كيف كبس على احمد عكاوي هون عم يتفاعل مش ما خصه مش عم يتطلع فيه للعكاوي مهضومه هو عم يتفاعل لحاله والعكاوي عم يقول له شو بدك خلص اوكي فهمنا انه كبست للسله بتذكرني بشيء. الحكم زياد طنوس اللي هون عم يحكي مع نيك خلينا نرجع نشوف اذا كان في بوش هون كبس نزل هون استعمل ايده الشمال شوفوا رد فعله لبوبو. جورج اعطيني اذا في اكت اوف فايلنس بليز. اوكي ثانك يو. اذا رح نشوف شو هيك قرار الحكام. اذا عم يحتسب تكنيكال فاول دبل تكنيكال فاول على راكوسيفيتش واحمد عكاوي. الى جانب رئيس أوترانيك السابق قديما جاربيس ماركاريان. اندرو كوبالي جوردن برونر اخذ تسديد عن الارك برونر مسجل اوفنسيف ريموند لسليم سجل برونر كان صار عنده أربعة ثري بوينتس كان بلش يقرب. طيب بتطلع لبرا عند جميل كولمان ميد رينج شوت بسجل جميل كولمان أربع نقط لكولمان نزل الفارق من الجيد لنقطتين. حماسية هالمباراة
نيك راكوسيفيتش من جديد كمان جوناثان جيبسون. شوفوا كيف عم يلعبوا مع بعض جيبسون وراكوسيفيتش. سابق تطلع لبرا بوبو اخذت بستيدي. عز الدين ما قدر يتابع بنجاح على الدين على الديفنسيف ريباوند. جميل كولمان السله محتسبه يمكن لتشوف قرار الحكم. السله محتسبه لجميل كولمان. شوفوا بالاعاده سله كولمان ونقطه السادسه مسجل لقطه لهلا بثلاثه اي ونص نقطه السته. عم شوف هون كولمان عم يروح ليحكي مع كلي انتوني ايرلي. الاجانب عاملين قصه مع بعض قصه لحالها يعني عندهم بطوله هن لحالهم. كمان فري ثرو لكولمان 71% نسبته بهالموسم. بضيع الفري ثرو ريباوند لعمر. نيك يعمل البيك راكوسيفيتش بيلعب على السله ما بينجح بالمحاوله بيتعرض للبلوك شوت من جوردن برونر. بوبو بتردش الديفنس بيسترجع الطابه وبياخذ الخطا. هيدا ثاني بلوك شوت عم يعمله برونر بهالمباراه. بالعاده عم نشوف الفاول من كولمان. هيدا خطأه الثالث لجمير صار بفاول ترابل تحت انظار رئيس الاتحاد اللبناني لكره السله. جوناثان جيبسون بيعطي نيك راكوسيفيتش حلوة التمريرة. نيك توصل لكريم عز الدين. عز الدين لعمر جمال الدين. عمر يخترق الميدل بيوصل على السلة بيخلص. عمر برمت كثير منيح طابة فريق الحكمة. لما عم يكون نيك طابة الحكمة عم تبرم أكثر لأنه بيعرف وين ما كان يقدر يسلم زملائه. تقدم نقطتين من جديد لصالح فريق الحكمة. سليم على الدين بروح على السلة بلوك شوت من عز الدين. فاست بريك بوبو بوصل له اياها لنيك راكوسيفيتش. خطأ لصالح نيك خطأ لصالح راكوسيفيتش بتمريرة من بوبو. يوم عز الدين صار عامل اذا ماني غلطان ثلاثة بلوك شوت. شوفوا بالاعادة البلوك يلي عمله كريم. بسجل بضيع الفري ثرو الاول ليك. بسجل الثاني نقطة ال 21 بعده أفضل سكورر بالمباراة. الحكمة عم يتقدم بثلاثة حاليا. جميل كولمان كريستيان هارفي يوصل على السلة. شو حلوة يا هارفي شو حلوة سلتك. 14 نقطة على هارفي أمام لاعبي فريق الحكمة كان مصر يسجل. جوناثان جيبسون قطع مرر توصل لنيك راكوسيفيتش. نيك بيعطي جيبسون من جديد لبرا. نيك عفوا جوناثان جيبسون عم يسجل أولى نقاطه بالمباراة. أول 3 بوينتس للاعب جوناثان جيبسون صار عنده 40 3 بوينتس بالليج. عنده نسبة حوالي الـ 44% بهالموسم. هيدي عاشر مباراة لإله عنده 40 3 بوينتس يعني بسجل 4 3 بوينتس ميد بكل مباراة. وهيدي الرابعة بلش يدق بلش يدق أبواب. انت الملك جوردن برونر صاروا 4 3 بوينت. جوناثان جيبسون عم يستعمل سرعته ميد رينج شوت بسجل جوناثان جيبسون. خمس نقط لجيبسون 4 3 بوينت. انت الملك بمسابقه ملك الطابور $1592 بده 3 3 بوينت بعد عنده 14 دقيقه. هيني ايه هيني ممكن يعملها. بريشر من كريم عز الدين
هلا كريم ناصر الدين عامل ثلاث بلوك شوت، اكثر لاعب عمل بلوك شوت لهلا بهالمباراه. الكارير بس يلي عنده اياها هي مع منتخب لبنان بمواجهه المنتخب البحريني، عمل خمس بلوك شوت. عم نشوف المدرب جاد الحاج الى جانب جان عبد النور. دانج ما عدنا شفناه بارض الملعب، الظهري يمكن عنده اصابه ما بعرف. سمير كولمان بمرر توصل تحت السله، تبقى البوزيشن لصالح فريق انترانيك مع 14 سكند. العمل ريست، ضربت بقدمه لكريم. جوردن برونر كمان، جوردن برونر حلو كثير الموف يلي عمله، ما بيسجل. الريباوند لنيك راكوسيفيتش، بيطلعوا بالطابه، نيك راكوسيفيتش بيروح على السله، وفي خطا كمان لصالح هيك. اول ذا واي نيك راكوسيفيتش قدر ياخذ الفاول. سجل فري ثرو الاولي، 22 نقطة صار رصيده. كمان عم يسجل المحاولة الثانية بنجاح، نقطة ال 23، الحكم عم يتقدم بخمسة حاليا. كريستيان هارفي يخسر الطابة، هارفي الحكم بيقول بتبقى لصالح فريق انترانيك. طبعا اذا رح يطلب تشالنج، عم يطلب تشالنج، يمكن عم يطلب تشالنج المدرب جاد الحاج. طلبوا لاعبي المدرب جاد الحاج هن يلي قالوا له روح على تشالنج، هو منه قادر يشوفها اكيد، قالوا له روح على تشالنج لانه الاوت مش على فريق الحكمه. رح يروح الحكام. رباح جيمزي يا طنوس. تشالنج. تيني جورج تشالنج. ايه. نورمال سبيد. وايت وايت وايت. بعد عن جديد. فاول. طلعت طابي اوت، ما صفرنا الفاول، اذا نعطي اوت. اعطيني اياها بعد مرة. بطيء. كشوي. إذا البوزيشن عم تبقى لصالح فريق انترانيك. برونر لاندرو. سليم على الدين، بعد عنده أربع ثواني، عم جرب يلعب على جوناثان جيبسون، ما بيسجل. الريباوند لصالح عمر، وعمر عم يخسر الطابة، بيرجع بيصلح عمر جمال الدين. بوبو بترافيك يعطيها خالصة لجوناثان جيبسون. شوفوا نيك وين لما ضيع نيك راكوسيفيتش، رجع لما الاوفنسيف ريباوند من جديد. جوناثان جيبسون فضيه لبوبو، اخترق بترافيك، كمان ما عم ينجح بالتسجيل. طابة عم تطلع لجوناثان جيبسون، هالمرة كمان بتضيع. اوفنسيف ريباوند جديدة، ما معقولة كم اوفنسيف ريباوند أخذوا لاعبي فريق الحكمة بهجمة وحيدة. جوناثان جيبسون بسجل هالمرة. جيبسون سبع نقط لجيبسون، سبع نقط التقدم.
هارفي. كولمان عم يدافع عليه عمر جمال الدين. اخذ التسديده، ريباوند كمان لعمر. عمر جمال الدين عم يخلي الطابه بايده عمر. رجع قرر يخترق. عمر بيطلع له اياها لبرا عند بوبو. سكرين حاضر من كريم عز الدين. بوبو محاوله ناجحه لبوبو، اول سله لبوبو بالجيم. سبعة وخمسين ستة وستين، تايم اوت للمدرب عقيقي. فريق الحكمة بالكوارتر الثالث لهلا مقابل 13 لفريق عطرانيك. راكوسيفيتش صار عامل 23 نقطة 14 ريباوند بالجيم. أكيد بعضه بعيد كثير عن الكارير بس بالنسبة له بالريباوند، اللي هو 28 ريباوند اللي عملهم مؤخرا من أشهر قليلة بالدوري السيني سي بي إي. إذا 25 نقطة 14 ريباوند. الحكمة عم يسيطر على الريباوند اليوم، 36 ريباوند للحكمة مقابل 23 لفريق أنترانيك. الاسيست صاروا قراب من بعض، 12 للعنطرانيك 11 لفريق الحكمه، منهم سبعه لجوناثان جيبسون. جوردن برونر. كوبالي. اندرو. يلعب على السله اندرو، ريباوند لصالح عمر، بكبها لقدام عند راكوسيفيتش. نيك بيعمل موف حلو كثير، بسجل نيك، بسجل 27 نقطة لنيك راكوسيفيتش. شو حلو السبين موف يلي عمله. الحكمة عم يتقدم ب 11. اندرو كوبالي بعد عنده ثلاث ثواني. برونر اخذ تسديدة عن الارك ما بيسجل. راكوسيفيتش كمان على الديفنسيف ريباوند. اخر 40 ثانية من الكوارتر الثالث. اوبن شوت، اوبن شوت، ما بيسجل. ريباوند عم يكون لجميل كولمان. اخر 25 ثانية من الكوارتر الثالث. هارفي بسدد كمان، ما عم ينجح بالمحاولة. كوبالي طيب بتوصل لجميل كولمان. جوردن برونر كمان كولمان، وهون في فاول من بوبو لصالح كولمان. رودي الحاج موسى على ارض الملعب. رودي هو اللي عم يدافع على كريستيان هارفي. يوسف غنطوس ما بينجح الغنطوس. باسل على الديفنسيف ريباوند. يعطي كريم عز الدين ستيك ويك، والكوارتر الثالث عم ينتهي بتقدم فريق الحكمه بنتيجه 68 57.
توتر زي بطل السلة عمر جمال الدين تقدم بشكل لافت 34% حاليا عم ياخذ بحصه تصويت مشاهدينا على شمال الشاشه سكان تو فوت لتشوفوا مين برايكم بيستاهل يكون اليوم الافضل بتوتر بطل السله اقرب واحد له كريم عز الدين 22% اخر كوارتر بالجيم تكنو افضل سكورر راكوتوفيتش 27 نقطه 16 نقطه لعز الدين 15 نقطه لجوردن برونر هول تكنو افضل سكورر بالجيم كمان نيك يعطيه لجيبسون جوناثان جيبسون فضيه لباسل الحرفوش التسديده الثلاثيه بسجلها الحرفوش النقطه الخامسه لباسل رقم 13 بالموسم لباسل 14 نقطة الليد سليم علاء الدين ما بينجح ريباوند كمان لنيك راكوتوفيتش جوناثان جيبسون بيوصل على السد خطأ لصالح جيبسون بالإعادة الفاول اللي قدر ياخده جيبسون كان عنده 2 فري ثرو 90% بهالموسم عن رمية الحرة بسجل المحاولة الأولى نقطة الثامنة بالجيم كمان بسجل نقطة التاسعة اليو غصن عم يرجع على ارض الملعب يوسف غنطوس جوردن برونر بعد عنده 6 ثواني اليو بمرر وهون في فاول لصالح الغنطوس سجل الاول الغنطوس هيدي اول نقطة له اليوم بالجيم المدرب جاد الحاج يلي عم يقترب بشكل كبير من التأهل للفاينل فور سجل كمان يوسف راكوتوفيتش لجيبسون جوناثان جيبسون فضى حاله ما بيسجل جيبسون الريباوند لكولمان كمان عمر لعند راكوتوفيتش نيك راكوتوفيتش حلو هالفينش 29 نقطة درجة الحج قريب للسنة الثالثة على التوالي أو للموسم الثالث على التوالي يعني بيتأهل فيه للمربع الذهبي بعد ما قدر حقق شيء بآخر موسمين مع فريق دينامو نيك كمان نيك بسجل نيك راكوتوفيتش بسجل 31 نقطة لنيك راكوتوفيتش بالجيم
منه هين هاللاعب، صدقوني منه هين ابدا. يعني اليوم الاداء اللي عم يفرجينا اياه، عم شوف احمد ابراهيم كيف عم يشجعه، عنده الشوطه، عنده الدرايف، عنده الفيجن، بجيب ريباوندز كثير. تايم اوت للمدرب جورج عيه. رقمين الاعلى بالبلاي اوف لهالموسم 23-24، عم نحكي عن هالسيزون يعني، لانه اعلى رقم سجل بجيم واحد هو 33 نقطه لزاك لافتون، سجلهم زاك لافتون. عم نشوف اليم شنتف كمان عم يتابع المباراه، بينما جيرام حديديا اعلى رقم بالريباوندز 17 ريباوند لجيرار حديديا. وما بدنا ننسى انه كمان بالاسيست 9 اسيست هو الرقم الاعلى بالبلاي اوفز. جيبسون عنده 8 اسيست، راكوزوفيتش عنده 16 ريباوند وعنده 31 نقطه. ممكن هول الارقام تنكسر اليوم كاعلى رقم بالبلاي اوفز، عم بحكي على الصعيد الاندفجوال. زون ديفنس عم يلعب المدرب جاد الحاج العكاوي، ما بينجح. هيدا ريباوند جديد، صاروا 17، عدلوا لرقم جيرال حديديا. أعلى رقم بالريباوند بالبطولة كلها 21 ريباوند هالموسم. طابة بتوصل كمان لباسل، بسجل الحرفوش، بسجل للمرة الثانية بالجيم. عم يطلع الفرق ل 21 نقطتين بثلاث دقايق لفريق أنترانيك. اليو بسجل، اليو مع الباك بورد كسر الران، اليو ست نقط لاليو غصن. بوبو جوناثان جيبسون حضر له الفيك ميمنت اليمين راكوسيفيتش، جوناثان جيبسون بمرر لعمر جمال الدين. شوفوا طابة الحكمة كيف عم تبرم، بوبو ما بينجح لم الريباوند، صاروا 18 الرقم الأعلى بالبلاي أوف. كمان عمر، شوفوا من وين لم الريباوند، وكمان نيك راكوسيفيتش. ما معقول يا نيك، 33 نقطة لنيك راكوسيفيتش مع أوفنسيف ريباوند، بيرجع بيعمل الفارق 20 62-82. وهون كمان اليو عم يضيع المحاولة، ريباوند كمان ما بتنجح، عمر على الريباوند. نيك راكوسيفيتش بيعطي باسل، باسل تالتة ما بيسجلها، جيبسون هو اللي عم يعمل الاوفنسيف ريباوند. جيبسون أخذ التسديدة، سجل نقطة ال 12، تاني 3 بوينتس لإله بالجيم، 41 3 بوينتس لإله بهالموسم. وصار من اكثر اللاعبين يلي مسجلين 3 بوينتس، بس اذا مطلع بعدد المباريات طبعا هو الاقل بيناتهم. دوين جاكسون 57، بليك 42، وحاليا صار ثالث اكثر لاعب مسجل 3 بوينتس بالبطوله اللاعب جافير بليك، اللاعب جوناثان جيبسون بعد بليك. نقطتين كمان لاليو غصن، 8 نقط للغصن. جوناثان جيبسون، جوناثان بسجل، جوناثان جيبسون بسجل، 14 نقطة لجيبسون، 23 نقطة الليد. هارفي قطع، هارفي بسجل، هارفي 16 نقطة لكريستيان هارفي. عشرين ريباوند لنيك راكوسيفيتش. جيبسون ما بسجل هالمرة، ريباوند لباسل، بسجل الحطوش،
10 نقط لباسل. 23 نقطة الليد. هارفي أخذ تسديده كمان الريباوند الدفاعي على بوبو. جيبسون كمان بسدد عن القهر مساج لجراسن جيبسون. 17 نقطة لجراسن، ثالث 3 بوينتس له بالجيم، وهالمرة التمريرة كانت من بوبو. محاولة عم بتضيع. 21 ريباوند لراكوسيفيتش، عدل رقمه لدوبي اوكيكي. وجيبسون هالمرة ما بينجح، لكن في خطأ. يعني قلنا ممكن الرقم الاعلى بالبلاي اوفز، بعد كثير راكوسيفيتش صار عامل 21 ريباوند مثله مثل دوبي اوكيكي لاعب هوبز ولاعب ان اس اي كالفن بوتفري. بعد عنده 3 دقائق و39 ثانية ليعمل الرقم الاعلى بالبطولة بهالموسم ينفرد. 17 نقطة لجيبسون، هيدي نقطة ل 18. بسجل كمان. بعد عنده رمية. بسجل كمان، هيدي نقطة ل 20 إذا لجوناثان جيبسون. الفارق عم يطلع لفرق كبير صار صراحة، 29 نقطة. الفرق كله انعمل بالكوارتر الأخير. سبعة وعشرين نقطة مسجل بالكوارتر الأخير فريق الحكمة. رودي الحاج موسى عم يعطي نيك راكوسيفيتش. عمر وصل على السلة، سجل كمان عمر. 16 نقطة لعمر جمال الدين. 97-66. تحت السلة إليو بسجل الغصن. 10 نقط لإليو غصن. نيك راكوسيفيتش. نيك يخترق. نيك خطأ لصالح نيك راكوسيفيتش. شو سكيلد، شفتوا كيف يعني بده، كانت جوردن برون يقرب منه، هو قاصد يلعب عليه من برا لجوا، كان بيقدر يسدد عليه بس هو بده يخترق عليه وياخذ الفاول، وهذا الشيء اللي عمله. سب علي على ارض الملعب، والعقل كمان على ارض الملعب. النقطة ال 34 لنيك كسر رقمه لزاك لافتون بالبلاي اوفز، صار اللاعب الاكثر تسجيلا بمباراة واحدة بالبلاي اوفز 34، وهيدي ال 35 كمان. هون عم نشوف، شوفوا هيدي ال شو حلوة، شو يا بوبو يا جيبسون قديه تمرنتوا عليها. أندرو كوبالي بسدد من محل بعيد، ريباوند لصالح فريق الحكمة. عم نشوف فريق أنطونيك عم يسحب اللاعبين الأساسية خاصة الأجانب. نيك السب عليه كمان. باسل عم يعمل اوفنسيف ريباوند. لا 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 ما معقوله، بلا سله من نيك راكوسيفيتش عم يسجل نقطه 37 بالجيم. واو شو حلوه هالسله اللي سجلها راكوسيفيتش. امبارح كنت بحديث انا وسيرجيو درويش نجم فريق بيروت، قال لي هو بيعرفه من الولايات المتحده، قال لي لاعب كثير كبير يا غياث،
بعد ما بين شيء منك. راكوسيفيتش ما بينجح بالتسديده البعيده، واليوم عم بتذكر حديثه لسيرجيو. راكوسيفيتش عم يطلع من ارض الملعب برصيد 37 نقطه و21 ريباوند. 68-101. ديفيد جون تويون رئيس لجنه كره السله بفريق ألترانيك. اخر دقيقه و15 ثانيه. جوزيف خوري كمان على ارض الملعب للمره الاولى بالجيم، عم يستعين في المدرب حقيقي. عم تشوفه لجوزيف عمل ستيل اليو على السله، سجل الغصن 12 نقطه اليوم لاليو. جيبسون سبعلي عم يخسر الطابه، أندرو كوبالي بمرر لجوزيف خوري وفي خطأ. جوزيف خوري عم يضيع الفريترو الأولي. الثاني كمان عم تضيع رودريك على الديفنسيف ريباوند. باسل باسل حلو الفنش يا حرفوش، 12 نقطة لباسل. آخر نص دقيقة لفريق ألترانيك ببطولة لبنان بهالموسم بعد ما حققوا المركز السادس. تسديدة اليو الثلاثية ما بتنجح، الثواني الأخيرة. إذا فريق الحكمة عم يتأهل مرة جديدة لفاينل فور بطولة لبنان لكرة السلة. فريق الحكمة عم يكون بالفاينل فور مرة جديدة، وهو من أكثر الفرق تأهلوا لفاينل فور البطولة بتاريخها. إذا بعد فوزه بنتيجة 173 بفارق 33 نقطة رح نكون بمقابلات إذا أنا وزميلتي غاغا للمرة إذا 27. فريق الحكمة عم يكون بالفاينل فور بعد ما غاب سنة 2010 2017 و2019. نجرب نقوم بمقابلات اذا مع زميلتي غاغا. اذا غاغا اذا صرت جاهزه بعدك منك جاهزه. When I got teammates like that, it's easy to play with. You know, they just kept trying to find me, and you know, it's easy to play with those guys. So, as soon as I found, you know, my groove in the first game, you know, I just picked my spots, and you know, it was a good game today. Slow start for you guys, but you managed to grab the win. Yeah. What was the turning point? I mean, I feel like that's been our start from the jump. You know, the first time we played these guys, we started off slow too, but you know, we just know that. This basketball is a long game, you know what I mean? So we just got to stay together and stay composed, and we came out, we played aggressive. We wanted to close out the series, and that's what we did. You guys reached the Final Four. What do you think your team needs to focus on for the upcoming games? I just think we need to just keep doing what we're doing. You know, I just playing together, just keeping our composure like we did today, and you know, just keep doing what we're doing. They were a good team, you know what I mean? We played hard, they're fast, you know, so it was, we just need to keep doing what we're doing. We got some guys injured, Dang's injured, Klee's injured, so when we have our full team, I'm not worried about it. Thank you so much, and congrats again.
يعني غياس مبروك لفريق الحكمة تأهله إلى الفاينل فور وهارد لك لفريق الأنترانيك. وهون زميلنا فارس كلام عم يسلم جوناثان جيبسون جائزة ملك الطوق يلي هي $1,592. زميلنا فارس بيسلمها. وصار مع المدرب جاد الحاج، شو بدك تحكي عن الجيم اليوم؟ بلشتوا كانت صعبة عليكم. عم قلن للشباب اخر شيء انه جيمتين بيشبهوا بعض، اول هاف هوني كانوا هن قبيتوا هون نحن قبيتوا، ثاني هاف عم نعمل 30 نقطة. عم نرجع للرولز اللي بنحطها، كان معهم 22 نقطة من 44 فاست بريك. صح. لأنه عم نشوت ونلحق الطابة بيركضوا علينا، بس وقفنا الترانزيشن اوفنس، حطينا تارجت جوا يضلهم تحت ال 70، بتصور خلصوا 70، حطوا ثاني هاف 26 نقطة بدل 44. رجعنا برمنا الطابق اكثر على الاوفنس، فتشنا ونيك اعطانا حلول كثير كبيره. شو رايك باداء نيك راكوزوفيتش اليوم؟ ارقام عاليه جدا حققها، يعني كليا بين بصوره مختلفه عن الجيم 1. يمكن انظلم نيك، شفت اليوم انت بينه وبين جيبس كيف عم يتعاملوا، هاند اوف باس شورت، عم يلاقوا بعض طريقه كثير منيحه. جيبس ما فيه يتركوه على البيكس، ونيك بدك تعمل روتيشن، اعطتنا حلول كمان بعدين من باسل وعمر كانوا عم يعملوا اتاكينج كلوز اوت بطريقه كثير منيحه. الحمد لله جيم خلص الطريقه اللي بدنا اياها، خلصنا السيري، صرنا بالفاينل فور. مهم جديد نهار الاربعاء نكمل بوصل تنروح على الفاينل 8. هيدا اللي بدي اسالك عنه، شو بتقول عن جيم الاربعاء؟ مواجهه كمان على صعيد المدربين اللبنانيين، يعني رح تواجه المدرب غسان سركيس يلي بيعرف كثير منيح فريق الحكمه. مواجهه بين الحكمه اللبناني والشرطه العراقي، اكيد كل احترام لهم، اكيد الضغط علينا، بدع الجمهور كله يكون ورانا، لما في شيء خلص بطولة توصل هيدا الماتش. واتس وان جيم، منا سيري، سو اتس وان جيم، نوك اوت جيم، لازم نربحه تنروح. باي ليله مش منيحه فين يربحونا وهن يتاهلوا. فمن بكره التحضير الجديد لهيدا الماتش، بيج جيم، ودائما بارنا كنا عم نلعب كثير منيح، كان هجوميا ودفاعيا، كمان بدنا نسيطر على الجيم، نحط الطريقه اللي لازم نتعامل معهم فيها. عم يغيروا اجانب بالدوري، قلعوا هونيك فريق منه هين ابدا. اكيد منه هين. بدي اشكرك كوتش جاد، مبروك، وبدي اشكر كل مشاهدي ام تي في اللي تابعوا معنا المباراه. اربع انديه تاهلوا لفاينل فور بطوله لبنان لكره السله، يلي يمكن يكون الفاينل فور الاقوى والاصعب بتاريخ بطوله لبنان. رياضي هومنتمن من جهه، بيروت حكمه من الجهه الثانيه، مش المره الاولى يلي بيلتقوا مع بعض بالفاينل فور. هيدي السريات قاطعه قبل مثل هيدي السريات، ان كان بيروت حكمه او رياضي هومنتمن. نحن وياكم هلا رح نرتاح لبطوله لبنان يوم الاربعاء، الحكمه بارضه بيستضيف الشرطه العراقي، يوم الخميس بمجمع نقعد نوفل مزوم كيل الرياضي بيستضيف جورجان بنهائي بطوله غرب اسيا. كونوا كتار.